Papa. أهلا بكم إلى مسائيات المستقبل، نبدأها بالعناوين مع رشا الخفي. مساء الخير إلى العناوين. وافق من خارج الجدول على تخصيص اعتماد بقيمة 50 مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية. مجلس الوزراء يقر خارطة طريق للأشهر المقبلة، وعون الحريري يرفضان المس بالحريات. هذه لازم تتحقق ولكن مش حساب الأحرار بالبلد. تظاهرة أمام قصر العدل انتصارا للحريات، وإرجاء جلسة مارسيل غانم إلى الثاني من شباط المقبل. إيران تشدد قبضتها الأمنية لقمع التظاهرات، والحرس الثوري يستقدم قوات من الحشد الشعبي العراقي إلى الأحواز. الجلسة الأولى لمجلس الوزراء هذا العام اعتبرها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رسالة واضحة بأن التضامن الوزاري باق ومستمر، وأن أي خلاف يهون أمام مصلحة البلد والاستقرار. وكما قبيل الجلسة عقد الرئيس الحريري بعد انتهائها خلوة مع رئيس الجمهورية ميشيل عون، أعلن في ختامها أن مسألة مرسوم الضباط قيد المعالجة. الجلسة التي وضعت خارطة طريق للأشهر الخمسة المقبلة أقرت 50 مليار ليرة لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في السادس من أيار المقبل، في إشارة إلى تأكيد حصول هذه الانتخابات في المواعيد المحددة. وعلى مسافة غير بعيدة عن القصر الجمهوري كان محيط قصر العدل في بعبدة يشهد لقاء تضامنيا مع الزميل مارسيل غانم الذي مثل أمام القضاء قبل أن ترجع الجلسة القادمة إلى الثاني من شباط المقبل للبت في الدفوع الشكلية التي قدمها وكيل غانم النائب بطرس حرب. إذن أكد مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بقضايا المواطنين، في وقت أكد الرئيسان عون والحريري حرصهما على الحريات وعلى عدم المس بها. التقرير لشهير إدريس. أزمة مرسوم أقدمية الضباط بين بعبدة وعين التين لم تلقي بظلالها على جلسة مجلس الوزراء الأولى لهذا العام في بعبدة، لكنها حضرت في الاجتماعين اللذين عقدا قبل الجلسة وبعدها بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي أكد أن مسألة مراسيم الضباط قيد المعالجة وهناك جهود تبذل في هذا الإطار. أما الوزير علي حسن خليل الذي شارك إلى جانب وزراء أمل في الحكومة فأكد أن لا خطوات جديدة بهذا الاتجاه، وكل طرف لا يزال على مواقفه، مشيرا إلى أن موضوع الانسحاب من الحكومة غير صحيح. وعلى طاولة مجلس الوزراء أطلق الرئيسان عون والحريري جملة مواقف سياسية تناولت قضايا اقتصادية وإنمائية وإعلامية وتربوية، إذ دعا الرئيس عون إلى ضرورة تركيز جهود الحكومة على ما يهم مصالح المواطنين، مطالبا بتشكيل فريق عمل من رئاستي الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين لمواكبة التحضيرات لمؤتمري باريس وروما. وفي موضوع الحريات شدد رئيس الجمهورية على أن ليس هناك أي مؤسسة إعلامية مستهدفة حتى يقال أن الحريات الإعلامية في خطر. بدوره أكد الرئيس الحريري أن الفريق الوزاري حقق إنجازات كبيرة خلال العام الماضي ولا بد أن يكمل بها وصولا إلى إجراء الانتخابات النيابية، لافتا إلى أن هذه الجلسة رسالة واضحة بأن التضامن الحكومي باق ومستمر، وأن أي خلاف يهون أمام مصلحة البلاد وحماية الاستقرار على الرغم من وجود وجهات نظر سياسية مختلفة. وأشار الحريري إلى أن ورقة العمل التي تتعلق بمؤتمري روما وباريس يتم العمل عليها، موجها التحية إلى الرئيس نبيه بري لقراره إعادة فتح مداخل ساحة النجمة. وفي موضوع الحريات الإعلامية أكد الرئيس الحريري أن الحريات مصانة، لكن أحيانا تحصل عمليات تسييس، وعلينا أن نكون كأفرقاء سياسيين بعيدين كل البعد عن أي محاولة للحد من الحريات.
وافق من خارج الجدول على تخصيص اعتماد بقيمة 50 مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية. في رفض كامل من فخامة الرئيس وكل الوزراء ورئيس الحكومة على المساس بالحريات، والمساس بالحريات يعتبر مساس بقدسية هذا الوطن إلى هذه الدرجة. مجلس الوزراء وافق على تخصيص اعتماد بقيمة 50 مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، فيما تم إرجاء مسألة توسيع المطامر الذي كان سيطرح من خارج جدول الأعمال. اتسمت جلسة مجلس الوزراء في العام الجديد بالتركيز على مصالح المواطنين، كما اتسمت بهدوء غير مسبوق على الرغم من الأزمة القائمة بين بعبدة وعين التيني على خلفية مرسوم أقدمية الضباط، إلا أن الأمر قيد المعالجة عبر الاتصالات والمشاورات السياسية بحسب تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري. من بعبدة، شهير إدريس، تلفزيون مستقبل. أرجأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولة منصور جلسة الاستماع للزميل مارسيل غانم إلى ثاني من شباط المقبل، بعدما استمع إلى غانم ومحاميه النائب بطرس حرب الذي قدم دفوعا شكلية. قبيل موعد جلسة الاستماع للزميل مارسيل غانم في قصر العدل في بعبدة، كانت جموع من الشخصيات السياسية والإعلامية تعتصم تضامنا ورفضا لقمع الحريات الإعلامية. وصل الزميل غانم وإلى جانبه محاميه النائب بطرس حرب، ودخلا برفقة الزميل جون فغالي ليبدأ الاستجواب التي تولاه قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولة منصور. تقدمنا بمذكرة الدفوع الشكلية اللي كانت معدة 18-12 ورفضوا قبولها لغياب مرسال قبل اليوم قاضي التحقيق. يعني أنا بعتبر اليوم مجرى، هو شيء طبيعي، هو اللي كان يحصل 18-12. الحمد لله رجعنا هلا على الخط السليم. كتار من المحبين والاصدقاء اجوا، عم تشوفوا الشده، عم تشوفوا العواصف، رغم كل شيء اجوا حتى يقولوا لا لمحاوله قمع الكلام. كنا نفضل انه ما نوصل لهون يعني، بس صار له تقريبا العمليه شهرين. للاسف اذا بدك انه عمليا اصروا انه يعملوا من القضيه قضيه جزائيه. الحاضرون من ممثلين عن أحزاب سياسية عدة ومختلف الوسائل الإعلامية أجمعوا على أن الحرية الإعلامية خط أحمر لا يسمح لأحد تجاوزه. وزير الإعلام مطمئن إلى حد ما على نوايا قاضي التحقيق، وأنا بتمنى أنه اليوم بالحد الفاصل بين القضاء النزيه والقضاء المسيس تكون الدفة في اتجاه القضاء النزيه. الحرية حرية مقدسة، ونحن واجباتنا نحمي هيدي الحرية من أي شائبة قد تشوبها، لأنه هيدي أساس قيام لبنان. بعتبر أنه بهالقصة بالذات عم بيظلمونا مرسال غانم بصفة أنه دولة الرئيس إلي الفرزلي اللي هو كان الضيف قال له لمرسال غانم بالحلقة أنت ما تجاوب هالشخص أنا رح جاوبه. أصبح مني عارف ليش أخذوا هذه حجة، مشان هيك جيت أنا اليوم لهون حتى ما نرجع على أيام 7 آب، ما نرجع على أيام إقفال الام تي في، نرجع على أيام يكون في الغرف السوداء. حقكم بأن تقولوا رأيكم، حقكم بأن تقولوا الحقيقة اللي أنتم مقتنعين فيها، هذا حق ما حدا بيقدر يسيبكم إياه. واللي عم بيصير اليوم هو ترهيب لكل الإعلاميين بلبنان. إذا كانوا بدهم يحكوا بشكل هيدا روح يحكوا بغير مطرح مش بلبنان. القضية الأساسية بأنه جميعا نكون متمسكين بمسألة الحريات، بالحماية الحريات الإعلامية والحريات السياسية بلبنان. عندك شخصين شهداء حرية التعبير بوجيك. أتمنى على الجميع قضاة سياسيين، ما حدا يعلم الصحافة مهنة الإعلام. نحن خريجي كليات إعلام، منعلم الإعلام، منعلم مادية التوك شو. بعد الجلسة فضل الاعتصام وضرب موعد جديد في الثاني من شباط المقبل، وسط أمال بأن تنتهي هذه القضية وتنتصر الحرية. وتعليقا على الجلسة، غرد وزير العدل سليم الجرايساتي على تويتر قائلا: انتصر القانون في ظل قضاء حيادي ومستقل، وانتصر الإعلام الحر بامتثاله للقانون والقضاء. وأضاف: أثبتت التجربة مجددا أن الاستغلال السياسي لا يفيد عندما يتعلق الأمر بالحريات العامة التي هي بحمى القانون والقضاء وحدهما.
كيف كانت حركة المحلات التجارية خلال موسم عطلات عيدي الميلاد ورأس السنة؟ تقرير لباسل الخطيب. الوضع الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية لم يشكلان العاملين الوحيدين بحركة المبيعات غير النشطة في المحلات والمؤسسات التجارية في لبنان خلال موسم عطلات عيدي الميلاد ورأس السنة. فالتراجع الاقتصادي في أفريقيا والدول العربية أيضا ألقى بثقله على تحويلات اللبنانيين المغتربين إلى ذويهم. حركة السوق كانت مقبولة نوعا ما، لأنه اليوم بدنا نفكر أنه بكل حتى اللي عم بيجوا من برا رجال أعمال ومغتربين كمان بلادهم ضائرة، يعني وين ما كان الحماء ما بتحسب بس لبنان، لبنان عايش على برا، المصاري اللي كانت تجي من برا للبنان كانت تعادل او اكثر من المصاري اللي عم تظهر من مشتريات ومن العمال اللي عم يشتغلوا هون. اليوم انا بعرف من المطاحن عم بيطعموا 10 ملايين شخص بلبنان، يعني تصور شو في غربه بلبنان. الحركه التجاريه في عطله نهايه العام لم تكن افضل من عطله اعياد العام الماضي، والمطلوب حسب رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل ان يعي المغتربون وان يشتروا هداياهم من السوق اللبنانيه لدعم اقتصاد لبنان. هي بلشت قبل مش السنه، اكيد يمكن كانت احسن سنه، بس بعدنا نحن بوضع مش سليم، يعني منه هالوضع اللي كنا موجودين فيه قبل. وانا عم بقول لك بعدنا لهلا بقول كتر خير الله، يعني مهم ما نروح على اقصى. اعتمادنا الرئيسي الكبير على المقيمين وعلى اللي بيشتغلوا برا وبيجوا بيعيدوا. بدنا اعلام بلبنان يرجع يحمس هاللبنانيين اللي بيشتغلوا برا ما يجيبوا هدايهم معهم، يشتروا من لبنان بهالوضع الاقتصادي الموجود نحن فيه. هيدي اللي قلتها انا من زمان، انه نحن مش احسن من الانجليز سنه 76 طلعت ملك اليزابيث وقالت لهم يا الانجليز اللي عم يشتغلوا برا بتعوا اشتروا من لندن لانه نحن بوضع اقتصادي سيء. المحلات التجاريه تتزايد ودون دراسه قبل تاسيس الاعمال، ما يتسبب بفشل بعضها. هلا في مؤسسات طلعت جديد هي اساسا مش مدروسه، يعني مش ما درست الوضع الاقتصادي، ما درست انه ما فيها تكون موجودة بهالوضع هيدا. هيدي اكيد تأثرت. واليوم وقت الحريري استقال اكيد تأثر هيداك الشهر بطريقة موجعة. هذا اضافة الى ان اي خطاب سياسي غير مطمئن يؤدي مباشرة الى تجميد الناس لاموالها وعدم قيامهم بالشراء وتحريك الدورة الاقتصادية. جاء السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب على الرئيسين حسين الحسيني وتمام سلام، كما التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. بعد تقديم أوراق اعتماده وصل السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوب زيارته التعارفية ضمن جولة بروتوكولية على المسؤولين اللبنانيين. السفير اليعقوب وصل اجتماعاته وزار لهذه الغاية دارة المصيطبي حيث التقى رئيس مجلس الوزراء السابق تمام سلام، وخلال اللقاء تم عرض للأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة إضافة إلى العلاقات اللبنانية السعودية. السفير السعودي انتقل بعدها إلى دار الفتوى واجتمع إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث تم التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية. بدوره تمنى المفتي دريان للسفير اليعقوب التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في لبنان لما فيه خير البلدين. في بيت الوسط سلسلة لقاءات سياسية وإدارية وتنموية تعنى بالعاصمة بيروت. المستجدات الإقليمية والدولية بحثها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط مع وزير الخارجية السابق فارس بويز، الذي أشار إلى أن هناك تعقيدات إقليمية تنذر باندلاع أزمات وصراعات كبرى في الأيام المقبلة، مؤكدا بأن الرئيس الحريري أثبت أنه رجل دولة من الطراز الأول. أود أن أحيي حكمة دولة الرئيس، أود أن أحيي فعلا العقلانية العالية التي يمارسها في السلطة، وأنا أعتقد بأن الفضل الكبير في لبنان هو لمن يمارس كرجل دولة، إنه مدرك كل الإدراك لضرورة المحافظة أولا وأساسا على الوحدة الوطنية، إنه المدرك الأول بضرورة المحافظة على عدم أخذ لبنان إلى مغامرات قد لا ينجو منها، وأعتقد بأنه أثبت في هذه المرحلة خاصة بأنه رجل دولة من الطراز الأول.
الرئيس الحريري التقى أيضا كل من القاضي في محكمة العدل الدولية السفير نواف سلام وسفيرة لبنان الدائمة لدى منظمة اليونسكو في باريس سحر بعصيري، وزودهما بتوجيهاته قبيل تسلمهما لمهامهما الجديدة. وكان الرئيس الحريري قد التقى النائب السابق محمد الأمين عيتاني، ثم رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمد عفيف يموت ومحمد سنو، وعرض معهم شؤونا ومطالب بيروتية. تواصل عائلة مفتي البقاع الغربي ورشية الشيخ أحمد اللدن تقبل التعازي بوفاته، ومن المقرر أن يتقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان التعازي غدا في دار الفتوى للمفتي اللدن الذي خطفه الموت أول أيام العام مسيرة فكرية حافلة ومواهب عدة. تقرير ربيع شنطف. في سنه 64 تقاعد مفتي البقاع الغربي ورشية الشيخ أحمد اللدن من الحياة بعدما أنهكه المرض. هذه هي آخر مشاهد التقطت للشيخ الجليل حين كان يشرف على عملية صب أرض مشروع دار الإفتاء في قضاء رشية. المفتي الهادئ والمعتدل لم يكن مفكرا ومحدثا فحسب، بل كان شاعرا صاغ أبياتا في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم. وجه الرسول جميل في مخيلتي، أن أراه غدا أن وكيف يرى، يأبى علي حجاب من جلالته أن أمتع الطرف أو أن أنعم النظر. دكتور لدن أنا عرفته من سبعينات القرن الماضي، كان موظف في دار الإفتاء، كان يحرر مجلة الفكر الإسلامي، كان مثال للطالب المجد، جاء من خربة روحه إلى بيروت ليتعلم، تعلم في أزهر لبنان، أخذ إجازة بمصر وأخذ الماجستير والدكتوراه. المفتي لدن كان خطاطا أيضا، وهنا بعض من أعماله التي توجه بتخطيط آيات من القرآن الكريم. دكتور أحمد لدن معروف أنه من الخطاطين البارزين في لبنان، وله مخطوطات جميلة جدا، ونحن في إحدى السنوات أقمنا معرض لمخطوطاته هنا في الكلية. حسب ما أخبرني أنه عم يكتب عاكف على كتابة المصحف الشريف بخطه، ولكن بعد ما أنهى، وبتصور أولاده عندهم المخطوطات هذه كلياتها اللي كتبها. ولعل من مزايا المفتي الراحل مكوثه في المسجد يوميا بين المغرب والعشاء، وتخصيص هذا الوقت للاستماع إلى مطالب الناس وتلبيتها، كما كان مناصرا للمرأة وحقوقها. إذا بدك تقول أنه أحمد اللدن يناصر المرأة، الرسول صلى الله عليه وسلم ناصر المرأة، هو بيطبق القرآن والسنة، ما كان عنده عقد، كان إنسان يعني طبق الدين. ومع طلابه في كلية الشريعة في بيروت قصص وذكريات. علاقة مميزة جدا، يعني الطلاب ما بيشعروا انه والله انسان استاذ دكتور شيخ مميز عنهم، فيمازحهم ويمازحوه. موسوعة فكرية، هكذا يصف المقربون المفتي اللدن الذي شارك في الكثير من المؤتمرات في لبنان والخارج، وكانت القضية الفلسطينية بوصلته في معظم خطاباته. بعد الفاصل تتابعون. انفجارات ضخمة في مرابض مدفعية النظام بجبل قاسيون، وانهيار سريع للميليشيات الحوثية على جبهة الساحل. شددت إيران قبضتها الأمنية لقمع التظاهرات، حيث استقدم الحرس الثوري قوات من الحشد الشعبي العراقي إلى الأحواز. قائد الجيش الإيراني هدد بالتدخل وضرب عملاء واشنطن.
رغم محاولات إخماتها، لا تزال التظاهرات الشعبية سارية في العديد من المناطق الإيرانية، ولا سيما الأحواز وكرمانشاه ومشهد. لكن وكالة أسوشيتد بريس اعتبرت أن قوة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران لا تزال غير واضحة المعالم، في الوقت الذي لم تتضح إن كان التراجع في زخمها هو انحسار المظاهرات أو منع السلطات لتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. ومع استمرار القبضة الأمنية للنظام الذي استنفر كل أجهزته في الشارع وصولا إلى إخراج مظاهرات مضادة للمحتجين على فساده، خرج بعض رجال الدين لمؤازرة النظام والترويج لسياسته، وفي عودة إلى أسطوانة المؤامرة ووسم الخارجين ضد النظام بالعملاء الذين تحركهم الولايات المتحدة وإسرائيل والمعارضة الإيرانية. أشار قائد الجيش الإيراني إلى أن الجيش جاهز للتدخل وضرب عملاء واشنطن عند الضرورة، معتبرا أن بلاده نجحت في إخماد الفتنة. وفي آخر المواقف أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن أمام بلاده الكثير لتفعله من أجل شعب إيران إذا استمر في الوقوف من أجل حريته ومن أجل التغيير، مشيرا إلى أن واشنطن هي حليفه الطبيعي. أما مستشار الأمن القومي الأمريكي H.R. ماكماستر فقال إن الشعب الإيراني يعبر من خلال تحركاته عن إحباطه من النظام الذي يهتم بتصدير الإرهاب على حساب تلبية احتياجات الشعب. واستمرت حرب التصريحات برد من إيران عبر مندوبها في مجلس الأمن، الذي وجه رسالة إلى المجلس والأمين العام للأمم المتحدة اتهم فيها واشنطن بالتدخل في الشؤون الداخلية لطهران. من جانبها حذرت موسكو واشنطن من التدخل في الشؤون الداخلية لإيران التي وصفتها بالجارة والصديقة. أما تركيا فأكدت أنها لن تقبل أي تدخل من خلال بيانات خارجية وتغريدات تهدف للإخلال بالسلم والهدوء في المجتمع الإيراني. في تطورات سوريا، توقف القصف المدفعي على الغوطة بعد تدمير مرابط النظام في قسيونة ومعارك دارية لفك الحصار عن إدارة المركبات. انفجارات عنيفة دوت في مرابط المدفعية ومستودعات الذخيرة والصواريخ التابعة لقوات الأسد على جبل قاسيون والمكلفة بقصف الغوطة الشرقية، ما أدى إلى توقف القصف في شكل كامل على الغوطة في وقت تدور مواجهات عنيفة بين قوات النظام السوري التي استخدمت تعزيزات إلى أطراف الغوطة وفصائل معارضة عند إدارة المركبات، القاعدة العسكرية الوحيدة لنظام الأسد في المنطقة. وتأتي هذه المعارك غداة المجزرة التي حصدت أكثر من 29 مدنيا جراء غارات روسية على بلدة مسرابة، كما أغارت المقاتلات الحربية على مدينة حرستا التي تسيطر عليها المعارضة. وفي بلدة زريقة شرق الغوطة صدت قوات المعارضة هجوما لقوات الأسد مكبدة إياهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وفي الشمال قتل عدد من المدنيين بقصف جوي متواصل على مدن وبلدات إدلب وفي الأحياء الواقعة ضمن مناطق خفض التوتر والتي تم التوصل إليها في خلال مباحثات أستانا على مدار العام الماضي. واستهدفت الغارات التي يعتقد بأنها روسية مستشفى وفرنا آليا. إلى ذلك، وفي أكبر خسارة تتكبدها روسية في العتاد العسكري منذ أن بدأت حملة الضربات الجوية في خريف العام 2015 على سوريا، ذكرت صحيفة كوميرسنت اليومية الروسية نقلا عن مصدرين دبلوماسيين أن 7 طائرات روسية على الأقل دمرت عندما أطلق عناصر من المعارضة قذائف على قاعدة حميميم الجوية الأحد الماضي. وبحسب الصحيفة أصيب أكثر من 10 عسكريين، إلا أن وزارة الدفاع الروسية نفت هذا الأمر، لكنها اعترفت بمقتل عسكريين إثر استهداف المعارضة السورية ليلة رأس السنة بقذائف الهاون القاعدة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه من الصعب إحلال السلام في سوريا من دون حكومة سورية منتخبة. أضاف ماكرون في كلمة ألقاها أمام السفراء الفرنسيين في دول العالم أنه يجب أن نجد حلا في الأشهر المقبلة من أجل التوصل إلى حل شامل لكي تتمكن جميع الأطراف السورية من التعبير عن رأيها في انتخابات شفافة ونزيهة. في اليمن، تقدم كبير لقوات الشرعية اليمنية في الساحل الغربي ومديرية خب الشعف في الشمال، ودعوات للبدء في عصيان مدني في العاصمة صنعاء.
وسط انهيار في صفوف المتمردين الحوثيين وفيما تواصل القوات الشرعية اليمنية تقدمها على جبهة الساحل الغربي، قصفت مقاتلات التحالف معاقل الحوثيين في مدينة حيس، حيث تدور معارك عنيفة بين القوات الشرعية والمتمردين منذ أسابيع، تمكنت في خلالها من السيطرة على قرية السعيدة وجسر عرفان ووادي ضمي جنوب مدينة حيس. وتواصل وحدات أخرى من الجيش تمشيط مساحات واسعة من المزارع الواقعة بين الخوخة وحيس والتي تتحصن فيها عناصر ميليشيات الحوثي. وذكرت مصادر عسكرية أن طائرات التحالف شنت عملية تمشيط واسعة خلال الساعات الماضية استهدفت تجمعات المتمردين في الجراحي ومناطق أخرى في الساحل الغربي. وأشارت المصادر إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية والعربات المدرعة. في هذه الأثناء حققت قوات الشرعية أهداف الخطة الأولى من تحرير مديرية خب الشعف في محافظة الجوف شمال البلاد، وساعدت السيطرة على ما يقارب 3000 كيلومتر مربع من قبضة الحوثيين. وقالت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية في طريقها إلى دخول محافظة صعدة بعدما وصلت إلى جبل فراس المطل على مديرية كتاف إحدى مديريات محافظة صعدة. إلى ذلك كشف وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري عن وجود خطة لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية في اليمن بالتعاون مع دول تحالف دعم الشرعية. وأوضح الوزير اليمني أن المناطق كافة في حاجة إلى ترتيب الأوضاع مع مراعاة الأولويات، وأشار إلى أن وزارته عاقدة العزم على فرض سيطرتها على أداء الأجهزة الأمنية بموجب الدستور والقانون وبالتنسيق مع التحالف حتى تمتد هذه السيطرة تباعا إلى صنعاء. قصفت المقاتلات الإسرائيلية الليلة الماضية مواقع لحركة حماس في غزة بعد إطلاق 3 صواريخ من القطاع لم تسفر عن أضرار. أما في جنوب الضفة الغربية المحتلة فأصيب 10 فلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في مخيم دهيشة القريب من بيت لحم بعد اقتحامه من قبل قوة عسكرية إسرائيلية. هذا وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع في حين رشق الشبان القوات بالحجارة. أفاد مصدر طبي بأن من بين المصابين 7 بالرصاص الحي، أحدهم حاله خطرة، و3 مصابين بالرصاص المطاطي. أصدر القضاء التركي مذكرات اعتقال بحق 70 جنديا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز العام 2016. وتأتي حملة الاعتقالات في إطار تحقيق يستهدف مؤيدي المعارض التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب. وذكرت وسائل إعلام تركية حكومية أن حملة الاعتقالات الجديدة تركزت في إقليم قونية وسط تركيا في وقت نفذت الشرطة مداهمات متزامنة في 27 إقليما. اجتاحت عاصفة من نوع نادر جنوب شرق الولايات المتحدة لتشهد عاصمة ولاية فلوريدا أول انهمار للثلوج منذ 30 عاما، ويصبح التنقل بالغ الصعوبة فيما تستعد منطقة نيو إنجلاند لتساقط الثلوج بكثافة اليوم. هذا وأعلن حكام ولايات فلوريدا وجورجيا ونورث كارولينا وفيرجينيا حالة طوارئ، وحذروا السكان من درجات حرارة تصل إلى التجمد ومن إغلاق الطرق بسبب الثلوج. كما أعلنت الإدارة التعليمية في مدينة نيويورك إغلاق المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية. وتتابعون بعد الفاصل. الأساتذة المتعاقدون يطالبون بتثبيتهم في الملأك. ومياومون الكهرباء يهددون بتصعيد تحركاتهم. استقبل رئيس الجمهورية ميشيل عون السفيرة الأمريكية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد التي هنأته بمناسبة حلول السنة الجديدة، وقالت أن البحث تناول المستجدات وسبل تطوير العلاقات الثنائية والتحضيرات لمؤتمرات دعم لبنان التي يتم العمل لعقدها خلال الأشهر المقبلة. الرئيس عون التقى أيضا سفيرة لبنان المعينة لدى اليونسكو سحر بعصيري لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة. وشدد الرئيس عون على الدور الذي تلعبه منظمة اليونسكو على أكثر من صعيد، وزود سفير بعصيري بالتوجهات اللازمة لتعزيز دور لبنان في هذه المنظمة.
قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وكما دائما في أحاديثه يتكلم ويتصرف كأن لا وجود لدولة لبنانية. جعجع وفي بيان خصصه للرد على كلام نصر الله خلال مقابلة تلفزيونية اعتبر أن التلطي وراء القضية الفلسطينية لمصادرة أكبر وأوسع لصلاحيات الدولة اللبنانية واستباحة السيادة والأرض اللبنانية كما جرى مع زيارتي الخزعلي وأبو العباس هو أمر غير مقبول بتاتا لأنه يضرب أسس وجود الدولة في لبنان. شهد مقر الاتحاد العمالي حركة مطلبية للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي ولجنة التعاقد الأساسي، وطالب الأساتذة في مؤتمرهم الصحفي بحقهم بالتثبيت، رافضين أي شكل من أشكال المباراة المفتوحة أو المحصورة قبل إيجاد حل شامل وعادل لكافة المتعاقدين في التعليم الرسمي. من جهته أكد الاتحاد العمالي العام أن موضوع تصحيح الأجور في القطاع الخاص لا يقبل التأجيل أو التسويف، فضلا عن ضرورة استكمال تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب. إن مطلب إعادة القدرة الشرائية وتصحيحها بدءا من الحد الأدنى ورفعه وصولا إلى الشطور على قواعد علمية واضحة ليس مطلبا عماليا فقط بالمعنى الحصري، إنما هو مطلب اقتصادي ووطني. المطلب الأساسي والأول هو التثبيت لقطاعات المتعاقدين اللي الدولة كانت مسؤولة عنهم بلحظة ما استفادت منهم، من حق الآن انصافهم. من وين بدكم تأمنوا الإيرادات؟ هيدي شغلتكم، مثل ما أمنتوا الإيرادات لقطاعات تانية بكن تأمنوا الإيرادات لقطاع المتعاقدين. التعجيل في معاملة رفع أجر الساعة ودفع مستحقات الفصل الأول على الأجر الجديد وفقا لقانون سلسلة الرتب والرواتب. مطلبيا أيضا جدد المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان مطالبتهم بتثبيتهم وعدم إبقائهم تحت رحمة مقدمي شركات الخدمات، مهددين بتصعيد تحركاتهم حتى تحل قضيتهم بشكل جذري ونهائي. نفذ المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان اعتصاما داخل المؤسسة مطالبين بتثبيتهم. عبكرا نعمل امتحانات اذا بيطمنوا لنا انه نحن نعبي هيدا الشواغر اللي نتجت عن غياب شركة دباس. كفى اذلالا للمياومين وللمواطنين اللي عم يدفعوا ثمن. منعتذر من كل المواطنين اللي نايمين على العتم، مش بايدنا الموضوع. وكلكم صرتوا بتعرفوا الكيدية لوين عم تودي. ارحمونا وارحموا العالم. وقطعوا طريق شارع الحلو بالاتجاهين، إلا أن القوى الأمنية عملت على إعادة فتحها، كما منعت المياومين من الخروج من المؤسسة إلى الشارع بالقوة. أما رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر الذي شارك في الاعتصام فطالب مجلس الوزراء بإيجاد حل سريع للموضوع. ناشد المسؤولين، هايدي إملي موتي كل المسؤولين اليوم في جلسة مجلس الوزراء، حلوا قضية المياومين اللي عم تعلم من 2012. هايدي إملي رح تنفجر، شفتوا اليوم هايدي بوادر انفجار أكتر رح بتصير أكتر وأكتر. فوت على الملاك أو ما بقى أنا طرحت موضوع الملاك، وأول أول شيء بيبدأ بال139 واحد الفائض بياخدوا، وشغلة تانية هلأ أساسية دفع المعاشات واستمرارية العمل عبر أي طريقة. من جهتها حذرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان شركة مقدمي الخدمات KVA من تدخلها في إضراب النقابة، ودعتها للكف عن اللعب بالنار، وذلك بعد أن أصدرت الأخيرة بيانا ادعت فيها عدم تمكنها من إصلاح الأعطال بسبب إضراب النقابة. أوقفت قوة من مديرية المخابرات المدعو جمال حسين الحجيري الملقب بجمال حليص لمشاركته إلى جانب المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في الاعتداء على مراكز ووحدات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في معركة عرسال عام 2014. بيان القيادة أشار إلى أنه أثناء عمليات التوقيف تعرضت القوى لإطلاق نار من قبل مسلحين، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة وتعرض أليتين عسكريتين لأضرار مادية. البيان أكد أن التحقيق مع الموقوف قد بشر بإشراف القضاء المختص، وتستمر قوى الجيش بتعقب مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.
تسلم محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي أعماله من المحافظ بالوكالة منصور ضو، وذلك في مكتب المحافظة في سرايب عبدة. وللمناسبة أقيم حفل تسلم وتسليم بحضور عدد من الشخصيات الأمنية والاجتماعية. في عنا هلا سحاق كتير مهم، ناطرنا سحاق الانتخابي بس ما حنخليه بنفس الوقت يعطلنا عن الأمور التانية. بدنا نشتغل على كل الأصعدة، على الصعيد البيئي، على الصعيد الصحي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الأشغال، للشغل كتير، وأيضا على الصعيد الإداري وتحسين الخدمة بالمحافظة. في منطقة الزيدانية في بيروت شب حريق في إحدى الشقق السكنية في شارع العيتاني أدى إلى إصابة شخص على الأقل. سيارات الإسعاف والدفاع المدني حضرت إلى المكان حيث عملت على نقل المصاب، وتعمل حاليا على محاصرة الحريق وإخماده قبل تمدده. أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة إدارية قضت بإقفال جميع المؤسسات العامة التي لها دوام خاص وتعمل يوم السبت، وذلك في السادس من كانون الثاني 2018، ولمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية. والآن نصل إلى الفقرة الاقتصادية. مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من الإمارات العربية المتحدة، حيث أشار المدير العام لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا إلى خطة الشركة بالتوسع بأسواق الإمارات لعام الحالي. الخطة بتشمل افتتاح المزيد من متاجر سوني من أجل توفير تجارب جديدة للعملاء، إضافة إلى مواكبة التحول الرقمي بالمنطقة تماشيا مع التقنيات الجديدة بالإمارات يلي من شأنها تحدث نقلة نوعية قطاع التجزئة هالعام. ومننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أبدأ أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قلقهم حول مصير التضخم المنخفض حاليا، معتبرين أن التغييرات الضريبية التي أقرت مؤخرا رح تدعم إنفاق المستهلكين. هالنقاط نشرت أمس بمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يلي انعقد ب 12 و13 كانون الأول من العام السابق. وفقا لمحضر الاجتماع أيضا، أكد معظم المشاركين دعم لمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا من أجل الوصول إلى النطاق المستهدف. وننهي من شركة LG اللي أعلنت عن تعاونها لتقديم حلول الجيل القادم من تقنيات المعلومات والاتصالات للسيارات ذاتية القيادة. بتوفر المنصة للشركات المصنعة للسيارات مركز بيانات آمن للاتصالات، بتتضمن خدمات سلامة المركبة والترفيه، الملاحة وتأكيد الموقع وإرسال الطوارئ، كل ذلك عبر تقنيات الاتصال المختلفة من شبكات GPS إلى تقنية الاتصالات المتنقلة والواي فاي. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة. وأحوال الطقس مع كارين. نفوات منخفض الجو الماطر مكفى وبيأثر على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تفاصيل كلها بعد شوي. هلأ منروح على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها، ومنبلش جولتنا بتونس 22 درجة، رباط 18، الجزائر 20 درجة، نوصل على بغداد 19، دمشق 10، القدس 17، عمان 9 درجات، ومنختم مع الكويت 23، الدوحة 24، أما الرياض كمان بتسجل 24 درجة. هلأ منتقل على لبنان. بكرة الجمعة طقسنا عم بيكون غائم، بالنسبة للحرارة عم تنخفض وعنا تساقط للأمطار مع رياح شديدة بتوصل ل 75 كيلومتر بالساعة. بالنسبة للحرارة على الساحل بتوصل أقصاها ل 16 درجة، أدنيها 9 درجات، بالنسبة للجبل 9، أما بالداخل بتسجل أقصاها 8 درجات. تفاصيل أكثر منروح على الخريطة اللبنانية، ومنبلش جولتنا بعكار 14 درجة، طرابلس 16، الأرز 6، الكورة 13 درجة، الهرمل 14، القاع 13، بعلبك 6، رياء 9 درجات، جبيل 15، ميروبة 4، جونية وبعبدة 16 درجة، بيروت كمان بتسجل 16 درجة وعنا تساقط للأمطار، زحلة 10، شتورة 12، عنجر 13، مشغرة 15 درجة، جازين 15، رشية 12، مرجع عيون 15، بنت جبال 16 درجة، ومنختم بالمناطق الجنوبية مع صيدا، سور وقانا 16 درجة.
مثل ما ذكرت بكرة عنا انخفاض بدرجات الحرارة وعنا تساقط للأمطار والثلوج ابتداء من علو 1200 متر، عنا برق ورعد. بالنسبة للحرارة بتوصل أقصاها نهار الجمعة ل 16 درجة أدناها 12، والرياح عم بتكون ناشطة لتوصل ل 75 كيلومتر بالساعة. بالنسبة للسبت 15 درجة، أما نهار الأحد ترتفع ل 17 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم توصل أقصاها لست درجات، أما أدناها للناقص درجتين. لهون بتكون خلصت النشا الجوية، تصبحوا على ألف خير. وفي ختام المسائية هذا تفكير بعناوينها. وافق من خارج الجدول على تخصيص اعتماد بقيمة 50 مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية. مجلس الوزراء يقر خارطة طريق للأشهر المقبلة. عون والحريري يرفضان المس بالحريات. هذا لازم تتحقق ولكن مش حساب الحرار بالبلد. تظاهرة أمام قصر العدل انتصارا للحريات، إرجاء جلسة مارسيل غانم إلى الثاني من شباط المقبل. إيران تشدد قبضتها الأمنية لقمع التظاهرات. الحرس الثوري يستخدم قوات من الحشد الشعبي العراقي إلى الأحواز. نهاية النشرة، إلى اللقاء. إلى اللقاء. علم العالم الوفا.